لماذا كانت المعتزلة حريصة على إثبات خلق القرآن وما العائد عليهم من ذلك؟ والله يعني الأخ ده أنا بشعر جزاه الله خيرا إنه يقول المسألة دي وجعت دماغنا وقفتنا وزهقتنا. إيه يعني القصة دي؟ إنه يعملوا بقى السجون والضرب والتعذيب والنكال والبهدلة ده كله، يعني إيه لا يعود عليهم يعني القرآن؟ يعني المسألة بيعتبروا ده اعتقاد، يعني عندهم إن إحنا لو قلنا إن القرآن ده غير مخلوق، لو قلنا بأن القرآن غير مخلوق لأثبتنا لله عز وجل ما يثبت للبشر، فحتى ينزيه ربنا عز وجل عن هذه المسألة فقول إن ليس هناك كلام أصلا. طيب لما قلنا لهم طب القرآن ده هو كلام الله، قال لك لا، القرآن ده إيه؟ مش كلام ربنا ولكنه إيه؟ مخلوق، ولكنه مخلوق. فأرادوا بذلك أن ينزهوا ولكن بطريقة فاسدة تأثروا فيها بمذهب المتقدمين من المفسدين الإغريق.